Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια. الله معكم أخوتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج رعاية تشهد. عم بيجول هالبروغرام على المناطق، خلينا نقول السياحية، ضمن هالبلد الحلو، هالبلد يلي رغم كل الصعاب اللي فيه عم يستقطب ناس من كل العالم، وكمان ضمن البلد في سياحة داخلية من أبناء هالبلد ليتعرفوا على مناطق متعددة، مناطق سياحية، مناطق جبلية، مناطق بحرية. اليوم زيارتنا لمنطقة ساحلية بحرية حلوة كتير هي مدينة البترون، هالمدينة اللي صارت هيك والعانق إذا بدكن بكتير نشاطات سياحية وعم تستقطب جمهور كبير من لبنان وخارج لبنان. مدينة البترون إلى جانب المناطق السياحية والتراثية فيها أيضا معالم كنسية ودينية عم تستقطب جمهور كبير من الناس، وأيضا مؤمنين عم بيجوا على هالمنطقة لحتى يزوروا كنائسها. اليوم برنامج رعاية تشهد اللي عم بيسلط الضوء على رعاية ضمن أبرشيد جبل لبنان للروم الأرثوذكس عم بيضوي على كنائس البترون الأرثوذكسية. عنا كنيسة كاتدرائية القديس جورجيوس، هالكاتدرائية اللي نحن بنعتبرها هي امتداد الطبيعي لأبرشيد جبل لبنان، لأنه نحن التسمية تبعها هي أبرشية جبيل والبترون، أبرشية البترون اللي أسسها الأسقفية، اللي أسسها القديس سيلا، واللي نحن بشفاعته وبعده بعدنا منصلي وفتحين أبواب هالكنائس للمؤمنين. رح نسلط الضوء إذن على كاتدرائية القديس جورجيوس، على كنيسة سيدة البحر مع خادم هالرعية قدس الأب جون كحالي اللي رح يخبرنا عن الحجر والبشر ضمن رعية البترون للروم الأرثوذكس. تابعونا أخوتي المشاهدين بهالحلقة، الأكيد رح تنال إعجابكم من مدينة البترون. المشاهدين، إذا نحن معكم من كاتدرائية القديس جورجيوس بمدينة البترون، هالكاتدرائية الحلوة القديمة المهمة المميزة بشكلها، بهندستها وبموقعها وبتاريخها وبكل نشاطاتها الرعائية والبشرية. كاتدرائية القديس جورجيوس بالبترون رح يحدثنا عنها بشرا وحجرا كاهن هالرعية قدس الأب جان كحالي، اللي هو بيخدم رعية البترون اللي فيها كنيسة القديس جورجيوس وكنيسة السيدة على البحر اللي نحن كمان رح نضوي عليها، لهالكنيسة أيضا المميزة بموقعها، مميزة بتاريخها. أبونا جان، شكرا لاستقبالنا بالبترون. البترون هالمنطقة الحلوة، هالمدينة اللي السياحية اللي صارت بامتياز، يعني صاروا بيحزوك الناس إنك خور البترون. البترون يعني اللي عم تستقطب سواح من لبنان ومن كل العالم. اكيد الناس عم تمرق على مارجريس، تمرق على كنيسه السيده، بتزور بتشوف بتتعرف، وهذا يمكن بيلزمكم انه تضلوا فاتحين يمكن على وقت طويل. مشان هيك نحن مدينه البترون، المدينه او هالاسقفيه البترون اللي كانت موجوده واللي اسسها القديس سيلا، واللي هي نحن ضمن نطاق أبرشية جبيل والبترون. صحيح. يعني البترون هالقد لها أهمية تاريخية لحتى سميت أبرشيتنا أبرشية جبيل والبترون. نحن بكاتدرائية القديس جورجيوس بدنا نتعرف أبونا على هالكنيسة الحلوة كتير، رائعة بجمالها وهندستها. خبرنا عن تاريخ هالكنيسة وكل هالتفاصيل اللي لازم نعرفها. كاتدرائية القديس جورجيوس بالبترون بيعود تاريخ اتمام انجاز اتمام هذا البناء يلي محفور على المدخل الكنيسي الجنوبي سنة 1867 ميلاديا بيد المعلم ديبو البتروني.
الدراسة اللي معمولة بالبلمند من قبل أبونا جورج برباري بتوضح أنه المعلم ديبو كان عنده خي اسمه طانيوس، واحد كان معلم حجر والثاني هو نحات. دائما النحات بيترك اسمه موجود. إذا هالكنيسة تعتبر هندسيا وزارة الثقافة عاملة دراسة عنا. من الأرض للقبة عنا 14 متر، ومن بداية الكنيسة للهيكل عنا 14 متر. إذا مميزة بهندستها، بقبتها يلي معمولة حلزونية من حجر رملي. طلاب الهندسة بيجوا بيعملوا دراسة عن هالكنيسة وبيشوفوا الهندسة يلي معمولة فيها. ذكرت أبونا المعلم ديبو طانيوس ديبو، هن البتروني، هن أساسا من البتروني يما بحسب دراسة أبونا جورج برباري أنه هن من عائلة كلينك المعلوف بالمحيطسة. إجوا وفدوا إلى البترون، سكنوا في دريا، وجد ديبو وطانيوس عندهم خي ما اشتغل بالحجر، سكن دريا البترون، ومن ثم سكنوا في البترون الأحفاد واشتغلوا بالحجر. وهالنحت موجود نحن وطالعين من هون على وجه الحجر بالقديس ستيفانوس، القديس سابا في كفرحاتا، القديس فوقا بكفتون، وقديس جورجيوس في التعبورة. منشوف على الإيكونوستاز موجود شغل المعلم ديبو البتروني. أوكي، يعني تقريبا هو للكنائس بنفس الوقت. صحيح. طالما نفس المعلم. طيب أبونا، شو اللي بيميز أيضا هالكنيسة بالناحية العمارة؟ مثل ما قلت لك، قبتها المميزة تعتبر يونيك، حتى ممكن بيقولوا هي آيا صوفيا لبنان. هالقد يلي بيوقف وبيطلع بهالقبة بيعتبرها يعني معلم إذا بدك هندسي فريد. طبعا ما فيها ولا عمود، كلها مبنية. فيها عنا قبة يلي هي بتشرف على الكنيسة كاملة بعقد كامل، وفي عنا عقد تاني يلي هو عند الهيكل. هالهندسة هيدي تعتبر بشغل يعني اليوم بالهندسة الحديثة، إذا بيجوا بيشوفوا أكيد بيتعجبوا. ومنشوف نحنا يلي حامل هالكنيسة هي هالعدادات الكبيرة، أربع عدادات كبيرة، منهم هالعدادة يلي فيها جرن المعمودية موجود محفور بقلب العدادة. والأرجح أنه تكون مبنية على مراحل، ولكن اتمامها تم سنة 1867. طبعا الأيقونات اللي مرسومين مع الصلبوت اللي موجود سنة 1883 شغل المعلم مهنا الأورشليمي، هو يلي راسم هالأيقونات يلي موجودين فوق. أبونا ملاحظ أنه كأنه في طابق تاني بهالكنيسة. صحيح، هالدرج يلي بيخدنا على طابق تاني. الأرجح يكون كان في درج تاني ينزل لساحة الكنيسة، ما عاد موجود هلا. درج خشبي أبونا هيدا حديث، أكيد كان في درج حجري قبل. لا ربما، لأنه عنا باب بالطابق التاني بيوصلنا لمطرح ونصير بالساحة، بس مش موجود الدرج. هل يا ترى من 1800 عم نحكي و67 كانت الكنيسة، هل يا ترى النساء كانت تقعد فوق تصلي فوق؟ كان في فصل بين النساء والرجال، والمساحة لا يستهان بها يلي موجودة فوق، وهي بنفس الوقت يلي بتطلعنا على الجراسية وعلى سطح الكنيسة. بس أبونا هون يعني كمان بتطلع فيها لهالكنيسة، بحس كانوا قاعد بقلعة. صحيح. كان هل مثلا بالتاريخ مذكور أنه كانوا أهل هالمنطقة بأي حروب أو أي نزاعات يتخبوا فيها يحموا حالهم؟ للأسف ما عنا أي شيء موثق بهذا الموضوع، ما عنا شيء مكتوب. كل يلي منستند لإله هي دراسة معمولة عن هندسة هالكنيسة. في عنا مخطوط بيسجل الكهنة الذين تعاقبوا على هذه الكنيسة من سنة 1890 حتى اليوم. بخط اليد عنا كل المعمودية، الأكاليل والوفيات التي صارت وكيف صارت. كانوا يسجلوا توفي فلان الفلاني سنة كذا بلدعة حية،
وكان في دفنه مثلا المطران فلان وكان في كذا، كله كذا مسجل بخط الإيد موجود عندنا هالسجل يلي مرتكز عليه. نحن سنة 2017 عملنا اليوبيل 150 لبنائها، وعرضنا كل شيء عندنا من أواني كنسية وكتب ليتورجية، وعملنا معرض لهذا الموضوع ووثقناه الحقيقة. أبونا طبعا الكنيسة في إلى منتفعات، في شيء لجوارة، في صالونات، في شيء. أما صحيح صحيح، ببناء القديم الكنيسة كانت من ناحية الشرق في أربع محلات كانت تستعمل محلات للعالم للتجارة. 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 وبنفس الوقت عنا صالة من عمر الكنيسة بتطل على مينا البترون مينا الصيادين، بالسبعينات تعمر بظهرها قاعة ثالثة صارت موجودة فوق القاعة القديمة. هالمحلات التجارية الأربعة بالثمانينات القرن الماضي انفتحوا على بعضهم، انشال السقف وانعملوا عقدة واحدة بحيث صار صالون واحد. هيدا الصالون بسبب ضيق الكنيسة علينا مننقل الخدم الليتورجية عليها صوت وصورة على شاشة كبيرة، المرة اللي معها ولد صغير ولاد الحركي بيقعدوا بالصالون الخلفي وبيتابعوا الصلاة من خلال هيدي الشاشة بها الصالون يلي استحدث. فعنا ثلاث صالونات نقدر نستعملهم بها الكنيسة. أبونا اليوم الرعية البترون مدينة أساسا، في أهل هالبلدة أهل هالمدينة الأرثوذكس هن من من المدينة كتار، يما هن دخلوا أو سكنوا المنطقة؟ طبعا عم نحكي من سنة 1800 في عيال اندثرت ما عادت موجودة، في عيال اجت على البترون وقعدت فيها عائلات كتيرة بعدها موجودة لحديث هلا، ولكن الرعية اليوم كمان في قسم كتير كبير منها بسبب الهجرة الداخلية داخل لبنان. يعني ابن عكار يلي اجى سكن البترون، ابن الضنية، ابن طرابلس، اهل الجرد البترون يلي بيصيفوا بالجرد بدوما وبيشتوا بالبترون. اذا هي مزيج من هالاشخاص يلي هن ابناء البترون يلي كانوا فيها تاريخيا من العائلات، يلي طبعا في كتير من عيالها صارت برات لبنان مثل كل رعايانا. تعداد الرعية اليوم حوالي 400 بيت، ولكن هالسنتين ثلاثة بسبب ظروف الكورونا والأزمة وعدم ممكن حدا يكون إجا اشترى بالبترون وهالنمو يلي كان سريع الحقيقة، ما عنا أحصى جديد هلأ، بس بتصور نحن منتخطى 400 بيت في البترون. المشاهدين متابعين معكم الإضاءة على كاتدرائية القديس جورجوس، اللي عمليا هي كنيسة قديمة تراثية تاريخية مميزة، ويمكن أبونا صارت ضيقة حتى على أبناء الرعية. هل في عندكم خطوات تانية، في شيء مشاريع مستقبلية حتى الوقف حدها والدخول إلى، لأنه صارت منطقة أكثر ليتمشى الواحد بالسياحة، يعني مش منطقة سيارات أو شيء، يعني الوصول إلى منه هين. صحيح صحيح أبونا، وهذا اللي دعينا من حوالي 6 سنين لورا أنه نسعى حتى نشتري شقفة أرض حتى يكون في عنا عمار كنيسة جديدة نسلمها لهالأجيال اللي جاية من بعدنا، وهالشي بمعونة الرب تم، وأنه اشترينا 2500 متر أرض داخل المدينة ولكن بعيد عن أسواقها التجارية والسياحية. هالفورة السياحية اللي موجودين فيها هي نعمة ونقمة بنفس الوقت، يعني نحن ما عنا مواقف نقدر نوصل كثافة من السواح واللي عم بيجوا، هيدا شيء الحقيقة بعرق الوصول المؤمنين إلى الكنيسة. نحن من بعد انفجار المرفأ ببيروت تم أتممنا تسجيل هذه الأرض يلي اشتريناها بالبترون، ولكن هلا موضوع البناء مؤجل لانه اليوم الاولويه هي للبشر. اكيد ابونا مميزه هالكنيسه، هل هالايكونوستاس هو اساسا يعني يما حديث؟ هلا يلي بيشوف انه هل يا ترى هالرخام كان من الاساس موجود؟
مشكلتنا انه ما كان في تدوين، ما كان في تسجيل. يعني الشيء الوحيد المدون عنا هو يلي قلت لك عنه هالسجل يلي عنا ايه مخطوط بخط اليد. هل يا ترى المعلم ديبو الباتروني يلي كان يستعمل الحجر التحومي حتى ينحت عليه وعامل كل هالايكونستاز يلي موجودين من وجه الحجر للقويطع بالكورة لدير سيدة كفتون، هل يا ترى ما عامل شيء هون؟ لأنه الأيقونات يلي موجودين على الأيقونوستاس من تحت هني غير مدرسة للي موجودين فوق، غير صف الرسل. عظيم. صف الرسل هو مع الصلبوت مميز. هل الأيقونات يلي موجودة عندنا أيقونات صغيرة للتقبيل تحت كل وحدة منهم موجودين، ولكن ما كان في أيقونة ليوحنا المعمدان، وكان القديس جورجيوس إذا بدنا نحطه بمكانه لح يطلع وجهه للحيط، فبالتالي منشوف بالكنيسة من وراء عنا الأيقونة الأساسية تبع ديمتريوس وجورجيوس، كانوا حاطين ديمتريوس وجورجيوس على أيقونستاس ومش موجود يوحنا المعمدان. فلما جينا بال 2008 وقبل ما أنا أستلم قدس الأرشمندري جورج صفيتي لما استلم وشاف نشالوا هالأيقونتين ونعمل أيقونة للقديس جورجيوس وأيقونة للقديس يوحنا المعمدان حتى يكون الأيقونستاس. تقريبا أبونا أدي تاريخ الأيقونات القديمة الموجودة 1883. يعني طبعا لما ينتهي البناء وبتعرف ممكن انتهى البناء، يمكن الأيقونستاس كان ما انتهى، ولكن كله موجود موثق على الأيقونات اللي موجودة وعلى الصلبوت. طبعا مع الوقت صار في ايقونات جديده ونزادت، وكمان في اعمال بعهدك ابونا، يعني وقت ما استلمت الرعيه لليوم صار في هيك اشياء، اعمال صيانه او اشياء. صحيح صحيح. نحن عملت للكنيسه بال 2008 لما استلمت الرعيه الحقيقه كان همنا الوحيد هو انه يلي حكينا عنه القاعه البحريه كانت مؤجره، دفعنا خلو اجر عليها ورديناها ورممت بهبة من الروس بمسعى من الوزير باسيل، ترممت هذه القاعة يلي موجودة تحت الكنيسة. كمان نعملها شو بتعوز من أيقونات، صار عنا أيقونات صف الأعياد السيدية مرسومة كلها سوا. جهزنا الكنيسة بكل شيء ممكن تعوزه من مولد، من أي شيء بيساعد حتى المؤمن إذا إجا على الكنيسة يكون عم بيصلي وهو مرتاح. فكل هالأمور هيدي من 2008 لحديث اليوم كنا عم نسعى أنه هالكنيسة تضل لؤلؤة موجودة بهالمدينة، وفعلا طليق بالرب وبالقديس جورجيوس وبمؤمنينا يلي عم بيأموها حتى يصلوا فيها. عظيم أبونا. نحن تقريبا هيك كوننا فكرة عن الحجر. هلأ لح نضوي نحن وياك ومع المشاهدين عبر تليلمير ونورسات على العمل البشاري بهالرعية المباركة. أبونا مثل ما قلت لك نحن اليوم في حوالي 400 بيت أرثوذكسي أو ما يزيد في مدينة الباترون. الرعية بتضم فرع لحركة شبيب الأرثوذكسية يلي كنت من قبل ما أنا أكون خوري كنت مسؤول عنه بهالمدينة. هو مركز الباترون، يعني أنتو فرع الباترون. نحن فرع الباترون بس صحيح. ضمن مركز الباترون بالحركة. صحيح، ضمن مركز الباترون يلي بضم جبيل والباترون. كم خلينا ناخد فكرة بس شوي عن العمل الحركة، كم فرع ضمن المركز بتقدر يعني؟ هلأ في فروع أساسية مثل الباترون، حمات، دوما، جبيل، القويطع. العمل فيها مشترك بين كشاف أرثوذكسي وبين حركة، وفي ضياع صغيرة مثل كبة ووج الحجر. البردارة قال في عمل حركة، في عمل حركة بالقرنة مزبوط، وعنا كمان بكفرحاتة، بكفتون، بالتعبورة، كلهم ضمن مركز الباترون. طيب يعني العمل حركة الشبيب الأرثوذكسية والعمل البشاري ضمن العمل الرعائي بهالرعية، بالإضافة إلى فرقة لسيدات الرعية اللي هي كتير ناشطة. نعم. تجتمع أسبوعيا حول نص إنجيلي. نحن نعتمد حتى بفرق العاملين والجامعيين أنه نكون عم ندرس الإنجيل، يعني بناخد إنجيل متى ونشتغل عليه حتى نخلص منه.
ناخد رسائل من رسائل بولس وهالدور يعني فرق دارسة خلينا 100% 100% لأنه بالنسبة أنا لإلي من يعرف الكلمة من يعرف كل شيء يعرف كل شيء وبالتالي ساعتها بتكون أنت أعطيته يعرف كيف يتصيد. فإذا فرقة سيدات فرقة شبيبة طفولة كله هول صحيح ونحن آثرنا أنه فرق الطفولة تكون عم تجتمع نهار الأحد لأنه بتعرف نهار الأحد هال 50 أو 60 ولد يلي بيوقفوا حتى يتناولوا بالصف هيدا بيعطي هيك انطباع حلو للمصلين وللكبار بالسن انه هيدي الرعية رعية حية بيجيبوا اهلهم وبالتالي بنفس الوقت بيكون اجتماعاتهم من بعد القداس نهار الاحد بيتوزعوا على صالونات الرعية. في بيت للحركة هون يعني هي اذا بدك كان بسيدة البحر يوجد غرفتين هن اليوم غير مستعملين بيلزمهم ترميم ولكن المنتفعات الكنيسة هي كلها بالتصرف الصحيح. أبونا أكيد عندكم جوقة هون يمكن أو مرتلين يعني أو صحيح يعني وقتها وصلنا كمان من الشيء اللي اشتغلنا عليه هو أنه بعتنا هالشبيبة تدرس بكفتين نحن اليوم بالمنطقة الشمالية من الأبرشية دايما نستعين بأبرشية طرابلس يعني مدرسة الموسيقى بطرابلس يلي ببكفتين كنا نبعت هالشباب أخذوا مستوى أول تاني تالت رابع طبعا في شخص متفوق بيناتهم هو يلي هلأ كمان تخرج مبارح من معهد اللاهوت بالبلمند بامتياز وأخذ جائزة الأساتذة بتخرجه اللي هو ريتشارد بدران هو كان مسؤول عن هالجوقة وهو كان عم بيتابع هالشبيبة حتى يوصلوا ونحن باستمرار بهذا الموضوع لأنه بتعرف موضوع الترتيل في جيل بيروح وجيل بيجي. أخوتي المشاهدين ما زلنا بمدينة البترون هالمدينة الساحلية البحرية هالمدينة السياحية المميزة من بعد ما تعرفنا على كاتدرائية القديس جورجوس بالبترون هلأ نحن وياكم تقلنا على الكنيسة الثانية كنيسة سيد البحر تنتعرف عليها نحن وياكم مع أبونا جان كحالي. أبونا جان متابعين نحن وياك هالجولة نتعرف على كنايس البترون الأرثوذكسية عبر برنامج رعاية تشهد ضمن تيلي لمير عبر تيلي لمير ونورسات. سيدة البحر شو اللي بيميزها؟ يعني كنيسة مقصودة بقوة ليش مقصودة وشو تاريخها وخبرنا هالتفاصيل عنها. تأكيدا على كلامك أبونا هالكنيسة بالذات من بعد دير سيدة النورية من ناحية الأشخاص اللي بيزوروا كنيسة تعتبر تاني كنيسة تزار بالمنطقة من بعد دير سيدة النورية. بالفترة الأخيرة زاد الأشخاص يلي عم يجوا عليها بسبب السياحة يلي عم تصير وإطلالتها على السور الفينيقي يلي هو هي بتطل عليه. سيدة البحر أخذ اسمها من هالبحر يلي كانت شفيعة هالصيادين يلي يركبوا البحر يعرفوا أنه نطالعين بس ما بيعرفوا أنه نراجعين فكانوا دايما يطلبوا شفاعتها. من هون هي شفيعة هالبحارة يلي بيطلعوا على البحر. والبترون كانت مدينة فيها السفنج يلي كان يغطسوا عليه غطاسين البترون حتى يجيبوا السفنج وكانوا يعتاشوا من صيد السمك. فبالتالي هالكنيسة إلا رمزيتها من هالناحية عدا أنه هالأشخاص الموجودين بالمدينة هالمؤمنين الموجودين بالمدينة بيعتبروا هالسيدة هي شفيعتهم بكل إن كانوا أرثوذكس أو غير أرثوذكس. حتى في ناس ما بتروح على أشغالها إذا ما إجت وضوت شمعة وزارت كنيسة سيدة البحر. يمكن حتى بتستقبل زوار من غير المسيحيين. صحيح كمان. صحيح بسبب موقعها الجغرافي السياحي المطل على السور الفينيقي اليوم هي تستقطب كثير من السواح. شو اللي بيميزها بالشكل أبونا؟ كنيسة يرجح عمره ل 400 سنه لورا مبنيه على معبد وثني بحسب ما يتداول. كنيسه صغيره في الحجم
لم تكن المداخل تبعها هالقد كبيرة. لا شك انه في عائلة من العائلة البترونية اللي هي عائلة عويجان كان إلى يد الطولة بتوسيع مداخل هذه الكنيسة، بحيث سني بالنسبة لإلهم ولو انه اغتربوا وصاروا باستراليا ولكن كانوا يحرصوا انه دايما يجوا ويوسعوا ويشتغلوا لتطوير هذه الكنيسة. طبعا كان مدخلها كتير صغير وما كانت بتطل على البحر هالقد. طبعا المجلس الرعي اللي كان سابقا على ايام المثلث الرحمات الخوري ابراهيم الخوري اشتغل على هذه الاناطر يلي موجوده دير من دار، انعملت جديده وتوسعت الساحه. يلي بيميز هذه الكنيسه تاريخيا انه كان في بجانبها مدرسه، وهالمدرسه كان المسؤول عنها الارشمندريت يوئيل الشماس. من اي حقبه عم نحكي؟ من اي سنه تقريبا؟ يعني عم نحكي بالستينات والخمسينات والستينات. هيدي المدرسه خرجت كثير من الاولاد البترون يلي درسوا فيها. بجانب الكنيسة هي ثلاث عقارات، عقار كان المدرسة، العقار الثاني الكنيسة، وعقار اللي هو بيت الرعية يلي كان يسكن فيه كاهن الرعية يلي يخدم مار جرجس والسيدي مع بعض. بنلاحظ بالباحة الخارجية في مدافن، مدافن كهنة. صحيح، عندنا مدفنين للكهنة موجودين، أحدهم يصادف أنه من بيت الخوري، الخوري إبراهيم الخوري، طبعا مدفونين هون، وهذا بيرجح انه الكنيسة هي اقدم من التاريخ اللي نحن بنعتمد عليه يلي مكتوب على الايقونات، بانه رسمت ايقوناتها يلي موجودة على الايقونستات سنة 1863، وهذا يرجح انه هالكنيسة كانت اذا رعائية ما قبل هالتاريخ بكتير. ابونا انتو بتقيموا الصلوات بهالكنيسة؟ نحن بشهر آب، لأنه هالكنيسة هي على عيد رقاد السيدي ب 15 آب، مننتقل من كنيسة القديس جورجوس إلى كنيسة سيدة البحر بأول آب. بتصيفوا يعني؟ صحيح، نعمل صلاة الباراكليسي وعيد تجلي الرب وعيد الرقاد هون، وبالتالي منصلي هالشهر آب بكنيسة السيدي، ولو أنه حجمه صغير إلا أنه المؤمنين بيريدوا أنه يجوا ويقصدوها حتى يجوا وبيكونوا موجودين بباحات هذه الكنيسة. شو هل يعني العمل الرعائي البشاري كمان هون هو واحد يعني بيعملوا هالنشاط الأخوة الحركيين يعني كمان هون ليساهموا باستقبال الزوار، يمكن بيساعدوك؟ صحيح، نحن بالفترة الأخيرة استحسسنا كشك منحط فيه بعض التذكارات، منحط فيه شمع، منحط فيه بخور، منحط فيه أيقونات، لكي نعطي طابع مش بس سياحي لهالمعلم الكنسي. منحط تراتيل داخل الكنيسة حتى يلي جاي يعرف انه هو فايت على مكان مقدس، وبالتالي كل هالأمور بتكون بالمساعدة الشبيبة، وحسب الأوقات وحسب كمان قديش بيكون في اوقات ذروه موجوده بهالاوقات. يعني شو فينا نقول بعد ابونا؟ شيء ما ضوينا عليه بهالكنيسه عن الايقونات قلت عنهم، في شيء ثاني بعد او في شيء سهونا عن ذكره؟ الحقيقه مثل ما قلت لك اهميه هالكنيسه هي انها كانت معلم ثقافي. يعني لما عم نحكي نحن بالخمسينات والستينات أن يكون هناك مدرسة وجمعية موجودة من السيدات بالبترون يلي كانت تهتم بالفترة السابقة ما قبل الخمسين والستين أنه تكون بجنب المحتاجين والفقراء، من هديك الأيام هالكنيسة كانت مقصد للعمل الاجتماعي للعمل الثقافي. خرجت كتير من أبناء البترون، وقفت حد الناس يلي هن بحاجة لأي مساعدة اجتماعية، وبالتالي كانت منارة روحية اجتماعية ثقافية، وبالتالي من هون أخذت أهميتها بالوجدان البتروني عند الناس يلي سيدة البحر هي كتير مهمة بالنسبة لهم. هي شافية البحارة يعني كان بالنورية أو بجبال العذراء هيك بترافق
دائما المؤمنين وأبنائه وأولاده إلى جانب القديسين جميعا. أبونا بختام هالحلقة نحن وياك شو بتحب تقول لرعيتك لل أول شيء رسالتك؟ بدي أشكر تيري لوميير على هالبرنامج الشيق الحقيقة اللي عم يضوي على هالكنايس ويجرب أنه ينشرها وتقدر تكون هالرسالة هي رسالة بشرية رعائية الحقيقة. كلمتي الثانية هي لأبناء هالمدينة أبناء مدينة البترون بمحافظتهم على هالمكان وعلى روحيته وعلى قدسيته، لأنه السياحة اللي موجودة اليوم للأسف مثل ما قلت لك قبل شوي هي نعمة ونقمة في نفس الوقت. نقمة بسبب كسرة السواح، بسبب عدم ثقافة شعبنا من ناحية النظافة والمحافظة على هالأمكان. النقطة الثالثة يلي بوجهها هي أنه لابد أنه نحن نميز بين المقامات الكنسية اللي نحن موجود. نحن ما بنسمي هالكنيسة هي مزار، هي كنيسة رعائية واحة روحية قائمة بحد ذاتها. نعم، هي واحة روحية قائمة. مثل ما قلت لك في أشخاص ما بيروحوا على أشغالهم إذا ما إجوا زاروا كنيسة سيدة البحر. في أشخاص بعمد أولادهم 100%. يعني نحن للمفارقة، وأنتوا هلأ صورتوا في عائلة إجت من اليونان عمدت بكنيسة سيدة البحر في البترون. رغم عظمة الكنائس الموجودة باليونان، هناك شخص إجوا عمدوا هون بكنيسة سيدة البحر. فبالتالي هالمعلم لابد من المحافظة على قدسيته وعلى روحانيته، وهذا بده يكون بمساعدة الجميع الحياة. أخوتي المشاهدين، أنا باسمكم بتشكر أبونا جان كحالي خادم رعية البترون. نحن بنعتبر رعية واحدة، كنيسة القديس جورجوس الكاتدرائية وكنيسة سيدة البحر اللي بترعاهن من سنوات، واللي أنت ناشط معهم مع حركة شبيب الأرثوذكسية، مع الجمعيات الفاعلة، مع مجلس الرعية. يعطيكم العافية أبونا، ونحن كتير سررنا أنه نحن جينا على البترون اليوم لنضوي أيضا على البعد الروحي الموجود بالبترون، مش بس البعد السياحي يعني. فهيدي نعمة أنه وجود هالكنائس وبركة. فأخوتي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالحلقة اللي ضوينا فيها على كاتدرائية القديس جورجوس وكنيسة سيدة البحر في مدينة البترون، ضمن برنامج رعاية تشهد يلي عم بيسلط الضوء على كنايس ورعاية ضمن أبرشية جبل لبنان للروم الأرثوذكس. للقاء بحلقة جديدة ورعاية جديدة من برنامج رعاية تشهد، والله معكم. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός. Αλληλούια.